دستور السلطانة همشة. أنا ألكسندرا لاروسا، الجارية الروسية اللي باعوها للقصر العثماني. إجت من نهر دينابير ووصلت للبحر الأسود. ماتت أمها وأبوها وإخواتها والناس يلي بتحبه. كنت أدعي دائماً إنه الله ياخد روحي مشان ألتقي مع أهلي وناسي بالجنة. من لما كان عمري 17 سنة وأنا عم شوف الحزن والظلم والقهر، ومن وقتها صرت بنت بتكره الحياة وكل الناس. هاي هي قصة ألكسندرا. أنا ألكسندرا لاروسا خبيت حزني جوات قلبي وروحي، وما حبيت إنه حدا يشاركني فيه. وبعدين قررت إنه لازم أكون قوية. وقفت على رجلي وأقسمت إنه ما أركع لو شو ما صار. بكفيني الحزن والألم يلي شفته. وهلأ الجارية صارت سلطانة وبتقدر تواجه قدرها. هلأ أنا بالمكان يلي غير لي حياتي وغير لي قدري، بقصر السلطان سليمان.
هذا القصر يلي قاتلت الدنيا مشانه هلأ صار كله إلي. ما كنت متخيلة إنه قلبي رح يعيش أحلى قصة حب بهالمكان. أنا هيام جاريته للسلطان سليمان وحبيبته وزوجته وأم لأربع أمراء. أنا زوجته على سنة الله ورسوله. أنا عشقه وعطره ونفسه يلي بيتنفسه. أنا فرحه وسلطانة قلبه وعقله. أنا هيام. كيف سيذكرونني عندما أموت؟ كيف سيتحدثون عني عندما يذكر اسمي؟ هل سيقولون إنني البريئة التي وقع السلطان أحمد في حبها وانتزعها من جزيرتها؟ أم سيقولون إنني السلطانة الأم التي أعطت العائلة العثمانية الحاكمة أربعة أمراء وحافظت على عرشها والتي لم تسمح لأي كان أن يهزمها؟ السلطانة القوية المحبة للخير والعطوفة على الفقراء؟ أم أنهم سيقولون إنني السلطانة الظالمة التي فقدت صوابها طمعا بالسلطة؟ أنا بكون السلطانة الأم قسم، أقوى سلطانة على وش الأرض، ولم ترحم حتى أولادها في سبيل الحصول عليها.